إلى وكنتم مشاهدين، أهلا بكم إلى نشرات الأخبار من قناة الشروق وفي عناوينها: تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير يأسف لقرار المجلس العسكري تعليق المفاوضات. سفراء المجموعة الأوروبية والأمم المتحدة يطالبون بتفسيرات لملابسات الهجمات الدامية وسط الخرطوم. إزالة المتاريس من الطرق الرئيسية خارج محيط الاعتصام بالخرطوم، ومواطنون يرحبون بالخطوة. أهلا بكم. وصف تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير قرار المجلس العسكري الحاكم تأجيل التفاوض مع المحتجين بالمؤسف، واعتبر تحالف قوى الحرية والتغيير أن الخطوة تشكل انتكاسة لجهود الإعداد لعهد ديمقراطي جديد في أعقاب الإطاحة بنظام البشير. وأشار تحالف قوى الحرية والتغيير إلى أن قرار تعليق التفاوض تجاهل حقيقة تسامي الثوار على الغبن والاحتقان المتصاعد نتيجة للدماء التي سالت والأرواح التي فقدت، وتعهد التحالف بمواصلة الاعتصام أمام وزارة الدفاع في الخرطوم وفي أنحاء البلاد. هذا وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان أعلن أمس تعليق أو أول أمس تعليق التفاوض مع قوى حرية والتغيير لمدة 72 ساعة لتهيئة المناخ المناسب للاتفاق وإزالة المتاريس من أمام الطرق الرئيسية بالخرطوم. وشدد البرهان على ضرورة فتح خط سكة حديد ووقف التصعيد الإعلامي واستفزاز القوات المسلحة والدعم السريع. وأرجع رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان خطوة تعليق التفاوض للحفاظ على الثورة حتى لا تنزلق البلاد نحو فوضى أمنية. وقف التفاوض لمدة 72 ساعة حتى يتهيأ المناخ الملائم لإكمال الاتفاق. إزالة المتاريس جميعها خارج منطقة الاعتصام. فتح خط السكة حديد لإمداد الولايات التي تضايقت كثيرا من شح المواد التموينية والبترولية. عدم التصعيد الإعلامي وتهيئة المناخ الملائم الذي يؤمن الشراكة الحقيقية لاجتياز هذه المرحلة الحرجة من تاريخ بلادنا العظيمة. عدم التحرش أو الاستفزاز للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة والأمن، وهي تعمل لحماية المواطنين وحماية الثورة وحماية الأمن العام. طلب سفراء المجموعة الأوروبية بالخرطوم تفسيرا لملابسات الأحداث الدامية التي وقعت في الخرطوم الأيام الماضية. وخلال لقاء الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي سفراء الاتحاد الأوروبي وأمريكا وكندا والممثل المقيم للأمم المتحدة بالخرطوم، قال مدير إدارة الشؤون الأوروبية والأمريكية بالخارجية في تصريح صحفي إن رئيس اللجنة الأمنية السفير أو كباشي أطلع السفراء على ملابسات أحداث ليلتي الثلاثاء والاثنين الماضي، والتي تسببت فيها مجموعات غير تابعة للقوات النظامية. أشار مدير إدارة الشؤون الأوروبية والأمريكية بالخارجية إلى أن الناطق الرسمي باسم المجلس قدم تنويرا للسفراء حول التطورات السياسية والأمنية بالبلاد ونتائج التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير والأسباب التي أدت إلى تعليق المفاوضات بينهما بغرض تهيئة الظروف للوصول إلى تسوية حول القضايا المطروحة للتفاوض. قال الوكيل المساعد لشؤون السياسية بوزارة الخارجية سفير عمر دهب إن سفراء المجموعة العربية بالخرطوم أبدوا تفهما لجهود المجلس العسكري الانتقالي لتحقيق الاستقرار بالسودان. وكان المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق ركن شمس الدين كباشي أجرى لقاء مشتركا مع سفراء مجموعة العربية بالخرطوم، قدم خلاله تنويرا لرؤساء البعثات حول الأوضاع بالبلاد. وقال السفير عمر دهب إن اللقاء تناول آخر التطورات بالبلاد والجهود التي يبذلها المجلس لاستتباب الأمن والاستقرار. وأشار إلى أن اللقاء يأتي في إطار اللقاءات المتعددة مع ممثلي البعثات الدبلوماسية بالبلاد باختلاف تنوعها الجغرافي. جدد المجلس العسكري الانتقالي التزامه بتحقيق الاستقرار والتحول الديمقراطي في السودان، وذلك على لسان الفريق أول ركن شمس الدين كباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي خلال لقائه سفراء الدول الأسيوية والأفريقية المعتمدين لدى الخرطوم بحضور الرئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس،
حيث أوضح السفير عبد الرحمن خليل مدير إدارة الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية في تصريح صحفي أن الفريق كباشي قدم تنويرا للسفراء حول التطورات السياسية والأمنية بالبلاد وما تم الاتفاق عليه بين المجلس العسكري والقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن تكوين الحكومة الانتقالية وفتح مسارات الطرق والتزام المعتصمين بالمناطق المحددة للاعتصام تمهيدا للاتفاق النهائي لتشكيل الحكومة المدنية. قدموا لهم شرحا حول التطورات السياسية والأمنية في البلاد التي حدثت مؤخرا، وقدموا لهم أيضا يعني شرحا وافيا لكل التطورات السياسية وما تم الاتفاق عليه بين المجلس العسكري وقوى التغيير والحرية وما وصل إليه المفاوضات لتكوين الحكومة الانتقالية المدنية، وكذلك كل التطورات الأمنية التي حدثت في الأيام الأخيرة. في الأثناء عبر مواطنون عن رفضهم لمحاولات بعض الجهات السعية إلى إيجاد توتر دائم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، خاصة فيما يتعلق بإغلاق الطرق والجسور الحيوية، ودعوا الطرفين إلى ضرورة التوصل إلى توافق يحقق أهداف الثورة رامية إلى معالجة جذرية لكل الأزمات التي تعاني منها البلاد، كما دعوا إلى تفويت الفرصة على المتربصين بالثورة والمضي بها تجاه صيانة مصلحة البلاد. حدة التوتر المتصاعد بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بلغت مدى وصل إلى مرحلة التصعيد الإعلامي، وتململ المواطنون من بعض الممارسات التي أضحت ظاهرة، خاصة إغلاق الطرق الرئيسة والجسور وتعطيل حركة الناس ومصالحهم والتسبب في حدوث انفلاتات أمنية بمختلف مدن العاصمة المثلثة، أمر دعا المجلس العسكري الانتقالي لأن يصفه بغير المقبول، ويحمل عدد من المواطنين الاحتكاكات التي حدثت مؤخرا بمحيط الاعتصام قبالة قيادة الجيش إلى من أسموهم بالمجموعات المتفلتة، ودعوا الحادبين على تحقيق أهداف الثورة إلى العمل من أجل إيجاد تقارب وتفاهمات منتجة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير تفضي إلى عبور المرحلة الحالية بلا مشاكسات بين الطرفين. هنالك بعض العناصر التي لا يهمها استقرار هذا البلد، عليه أرجو أن أنوه وأنبه الإخوة المتفاوضين سواء كان في القوات المسلحة أو في قوى التغيير والعدالة أن ينتبهوا لهذا الفخ وأن يعملوا ويترفعوا عن الصغائر، وهنالك فعلا استفزازات، يعني أنا كمواطن عادي استفزتني، ما بالك بزول عسكري نازل روحه وحياته ودمه لأجل هذا الوطن، يجي من زول ما يستحق أي حاجة يقفل الطريق عشان يعطل يعني الناس. ويقول آخرون إن المجلس العسكري الانتقالي ليست لديه أي مطامع في الاستثار بالسلطة كما يظن البعض، بل الهاجس الأمني والاستقرار والمضي قدما لتحقيق تطلعات الثوار أضحى شغله الشاغل. وأكدوا أن الثورة شارك فيها كل أبناء السودان بمختلف انتماءاتهم الجهوية والسياسية، ولا يمكن لأي جهة ادعاء انتصار الثوار بانحياز الجيش إلى مطالبهم بأن لها دون غيرها. البيان بتاع القوات المسلحة كان واضح ومستهدف المشكلة، والناس في الشارع عارفة المشكلة وحاسها، ما عندها سياسة ولا عندها أجدة ولا عندها مطالب بتخليها تداري عليها. فهو أول ما المجلس العسكري خاطبهم بصورة مباشرة بتمسهم استجابوا ورجعوا لأماكنهم، لأنه المكونات الموجودة في الاعتصام هي مكونات السودان كله. أتمنى إنه يكون في تقارب بين وجهات النظر الطرفين عشان شنو؟ عشان يكون في أمن على الأقل في الأحياء في الحدود. نحن يعني في الدولة يعني مواجهنا مخاطر عديدة، خلاص مجرد ما انه يكون في مباحثات طويله وعدم اتفاق ووقف اتفاق ويكون في هنا ده بينتج عنه اثار سلبه.
وكان المجلس العسكري الانتقالي دفع باتجاه وقف التفاوض إلى حين إزالة المتاريس وفتح الشوارع المغلقة وتهيئة الأجواء لاستئناف التفاوض بين الطرفين بغية الوصول إلى قواسم مشتركة تمكن كل الأطراف من عبور المرحلة الحالية بسلام. سليمان إسماعيل الزين، الشروق، الخرطوم. أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان مراقبتها ورصدها لأي انتهاكات ترتكب ضد المواطنين والمعتصمين داخل ميدان الاعتصام. وأكدت رئيسة المفوضية القومية لحقوق الإنسان حورية إسماعيل في أول لقاء لها بأعضاء المفوضية عقب تسلمها مهام الرئاسة، أكدت أن الفرق التابعة ستكون حاضرة في ميدان الاعتصام للتحقيق ورصد أي انتهاكات ترتكب ضد المواطنين. أشارت إلى أنها وضعت خطة إسعافية لعمل المفوضية تبدأ بتواجدها داخل ميدان الاعتصام لتلقي شكاوى المتضررين من الانتهاكات والعمل مع الجهات المختصة لتقديم مرتكبي الانتهاكات للمحاكم العادلة. وأشارت إلى أن المفوضية تفتح أبوابها لتلقي شكاوى المواطنين في كل ولايات السودان ومنظمات المجتمع المدني ممن يرون أنهم تعرضوا لانتهاكات خلال الفترة الماضية. أكد المدير العام لقوات الشرطة الفريق شرطة حقوق عادل محمد أحمد بشاير التزام قوات الشرطة بالقيام بواجبها كاملا تجاه حماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم. وتفقد المدير العام ونائب الفريق شرطة حقوق الطريف إدريس المتاريس ووقفوا على انتشار قوات الشرطة بالطرق والكباري بولاية الخرطوم، فيما أكد نائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام أن قوات الشرطة منتشرة في الطرق تؤدي واجبها تجاه المواطنين في عمليات الضبط المروري. وأوضح كذلك مدير الإدارة العامة للمرور المكلف اللواء شرطة طارق عطا أن الانتشار الكبير لشرطة المرور يأتي في إطار تعزيز النشاط المروري بكل الطرق والتقاطعات خاصة في المناطق التي شهدت إغلاقا كاملا. في الأثناء عبر مواطنون عن ارتياحهم لانتشار قوات الشرطة واعتبروه باعثا للطمأنينة ويصب في اتجاه تعزيز الاستقرار، كما ناشدوا الجمهور للتعاون مع قوات الشرطة من أجل بسط الاستقرار وحفظ الأمن والنظام العام. جيت في اللي حصل ده والله وقف أكل عيش أي زوج سائف في ولاية الخرطوم ممكن ولاية الأخرى كمان. الحاجة الثانية نحن لما نجري الشوارع مقفلة المشوار الأصل نحن مثلا مفروض نمشيه عندك شغلة تقضية في أقل من 20 دقيقة بتمشيها في 4 أو 5 ساعات، عطلة زيادة عن اللزوم. المعنى حقها أنا عطلتها، الرد الفعل اللي بيجينا أنا من العطلة دي شنو؟ أنا كمواطن استفدت شنو أنا من العطلة دي؟ أنا ما استفدت حاجة. إذا كان أصلا المسألة بتاعت اعتصام ومطالب ثورية أو مطالب الشعب مرحب بها ومغننة وموجودة داخل السوار القيادة العامة أو حواليها كمان. حاجة إحنا لعبنا من قوتنا في الحراك، يعني يراعوا مصالح الدولة في كل فوق كل حاجة، يعني السودان مصلحته فوق كل شيء. إحنا لازم نراعي لمصلحة السودان، لأن أول حاجة إحنا جيش وبوليس وإحنا كلنا سودانيين، إحنا كلنا سودانيين وكلنا من شنو واجب بتاعتنا واحد ومن خط واحد من وجاهين من صلب واحد، يعني لازم شنو نحترم البعض، يعني نحترم القانون ونحترم هيبة القانون، وده المطلوب مننا شنو ان احنا كمواطنين. ولازم شنو يعني شنو نخلي كل الطرق مفتوحة، وحتى القطارات ذاتها لازم تكون مستمرة. ليه؟ لان عندنا اخواننا في ولايات تانية، في ولايات تانية مضطرين الليلة بيشتروا رطل السكر ب40 جنيه يا جماعة. ضبطت السلطات الرسمية بولاية غرب كردفان محلية المرمى الحدودية كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية كانت معدة للتهريب خارج السودان، وتشمل السلع الدقيق والسكر والأسمنت والوقود محملة على متن شاحنة كبيرة و20 عربة. وقال المقدم التاج التيجاني عبد الله قائد قوات الدعم السريع في المنطقة إن قواته تقوم بأدوار كبيرة في بسط هيبة الدولة وقطع طريق أمام المهربين للسلع الاستراتيجية المدعومة إلى خارج الحدود. ابتدر والي غرب كردفان أو دارفور المكلف عبد الخالق بدوي محمود سلسلة لقاءات مفتوحة مع المواطنين لتلمس القضايا والمشاكل التي تخصهم.
أوضح ولي غرب دارفور أن اللقاء يأتي لفتح الفرصة لتمكين المواطنين من عرض مشكلاتهم الصحية، وخاصة فيما يتعلق بخدمات المياه والكهرباء والأراضي والمواصلات العامة والصحة بعيدا عن العمل المكتبي، مؤكدا أن كافة الشكاوى والقضايا التي وجدت التوجيهات المباشرة للإدارات المختصة سيتم إجراء المعالجات اللازمة فيها في كافة المجالات. اتفقت ولايات كردفان الثلاث على جملة من الإجراءات والترتيبات التي تنفذ قبل بداية الموسم الزراعي الجديد وإحكام التنسيق بينها فيما يتعلق بإمدادات الوقود ومكافحة الآفات والتجاوم، وذلك إضافة إلى الإرشاد الزراعي وبقية المدخلات الزراعية. مبكرا بدأت الاستعدادات للموسم الزراعي بولايات كردفان، ولأن المساحات المستهدفة في الولايات الثلاث تزيد عن 20 مليون فدة، فقد استدعى ذلك تنسيقا بينها لتوفير مدخلات الإنتاج. هذا اللقاء الذي ضم مشاركين من الوزارة الاتحادية وضع أولى اللبنات التي تؤسس لموسم زراعي ناجح، وأولها التمويل البنكي الذي وصل إلى 3 مليون جنيه من البنك الزراعي. أصدر البنك الزراعي السوداني سياسة تمويلية للموسم الصيفي 2019-2020 منذ وقت مبكر في بداية شهر إبريل، وذلك حتى يتمكن إخواننا المنتجين في القطاع المطري من مقابلة فروع البنك الزراعي واستلام التمويل في شكل مدخلات وترحيلها إلى مشاريعهم قبل هطول الأمطار وغفل الطرق. حملة هذه السياسة التمويلية موجهات وأهداف عامة، من ضمنها العمل على زيادة الإنتاج والإنتاجية سعيا وراء خفض التكلفة للمنافسة في الأسواق المحلية والأسواق العالمية. من واقع التجربة خلال المواسم الأخيرة، فإن مبادرة مراكز التنمية المتكاملة التي نفذت بولاية شمال كردفان أصابت نجاحا كبيرا في تقديم الخدمات الإرشادية والتدريب للمزارعين، الأمر الذي جعلها محورا مهما تركز عليه الوزارة المعنية بشأن الإنتاج. نحن بميزنا في ولاية شمال كردفان هنشتغل بمنهجية مراكز التنمية المتكاملة. احنا الآن عندنا 24 مركز، احنا طبعا أكثر عندنا أكثر من كده، لكن المراكز الدائرين نشتغل فيها 24 مركز مخطط، ننفذ 24 مركز هذا العام، 24 مركز دي فيها 10 مراكز في المناطق الجنوبية اللي هي مناطق أم رواب والرهد والشيكان، و14 مركز في المناطق الشمالية إلى كل مغطية كل المحليات الثمانية بتاعت ولاية شمال كردفان. هناك جهود تجري الآن لتسيير أتيام المكافحة القبلية للآفات الزراعية، مهمتها القضاء على بعض الجيوب إضافة إلى توفير التقاوي حتى تصل للمزارعين قبل هطول الأمطار. بدأنا في إجراءات توفير الجازولين بإرسال المندوب إلى وزارة الزراعة والغابات الاتحادية، ومن ثم إن شاء الله بيبدأ انسياب الجازولين على مستوى المحليات وفق مناديب شركات الوقود، أيضا ترتيبات مجارية وفق إجراءات التقاوي مع الوزارة الاتحادية في أنها توفر تقاوي لصغار المزارعين إن شاء الله يتم توفيرها خلال شهر مايو ومطلع يونيو، لتعين صغار المنتجين في الدخول للموسم الزراعي. ورغم التفاؤل الذي جاء نتاجا للتوقعات بموسم زراعي جيد من واقع الترتيبات التي تمت، إلا أن هاجس السيولة النقدية ما يزال يساور المزارعين رغم التأكيدات التي أبدتها البنوك بتوفيرها في الوقت المناسب. التحديات طبعا كبيرة، وبالضرورة أن الناس تحاول بقدر الإمكان تدليلها. أكبر ما فيها هي شح النقد في البنوك، ودي طبعا بالنسبة للموسم الزراعي هو من العوامل التي تهزم الموسم الزراعي ما لم يتم تفاديها بسرعة، خاصة فيما يخص التمويل من البنكي سواء كان رأسمالي أو تشغيلي. بدأنا بالفعل السحب في جازولين الزراعة، والآن بدأنا بالمناطق النائية كالليري وتلودي وكالوجي والمناطق التي تنعزل في فترة الخريف. ونسبة للتدخل بين تلك الولايات وحركة المزارعين والرعاة في فصل الخريف، فإن التنسيق بينها في مكافحة الآفات وفتح المسارات لمنع الاحتكاكات بين المزارعين والرعاة والعمل الحقلي والإرشادي المشترك كانت أهم نقاط الاتفاق. عبد اللطيف عبد الله، الشروق، شمال كردفان، الأبيض. شهدت الخرطوم مسيرات من المصلين بمساجدها، وردد المصلون في مواكبهم عدم المساس بالشريعة ومحاولات البعض
وضع مصادر التشريع في الدستور حسب تعبيرهم، ورفضت المسيرات أي تنحية للشريعة الإسلامية عن إرادة وإدارة الدولة والحياة. أكدت كذلك هذه الحشود على سلمية المسيرات واقتصارها على الحشد والمخاطبات، وهتفوا بمفردات حرية سلام وعدالة وأن الشريعة خيار الشعب. دولتنا متواصلة فيها عقب الفاصل. تدشين مشروع لاستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل خدمات المياه بالولايات الشمالية. أهلا بكم من جديد. الآن جولة أخبار المال والأعمال. بحث ولي كسل المكلف محمود همت مع وفد منتجي الخضر والفاكهة بالولاية التحديات التي تواجه القطاع. وقال عثمان محسوس ممثل القطاع أن الوفد شرح للولي القضايا الآنية التي تمر بها الولاية والتي لا تحتمل أن يتم تأجيلها، كقضايا الاستعداد للموسم الزراعي وتوفير المدخلات الزراعية للموسم، بجانب قضية الوقود التي تأثر بها القطاع كثيرا، إلى جانب فيضان نهر الجاش الذي أثر على القطاع. فيما قال مدير عام وزارة الإنتاج علي محمد أن إشكالية الوقود في طريقها إلى الحل، مشيرا إلى إكمال مشروع كهرباء المشاريع الزراعية. استعجل مشاركون في ملتقى تحضيري للموسم الزراعي بولاية دارفور المجلس العسكري لإيصال مساعدات ومدخلات الإنتاج من وقود وتجاوى. وبحث الملتقى الذي انعقد بنيالة مطلوبات الموسم الزراعي، ودعا مشاركون في الملتقى إلى ضرورة التوصل إلى تفاهمات مع المعتصمين في محيط القيادة العامة لفتح مسارات القطار لإيصال الوقود والتجاوى المقدسة في عربات القطار بمدينة بحري. دشن ولي الولاية الشمالية لواء ركن محمد الحسن الساعوري مشروع إدخال الطاقة الشمسية بعدد من محطات المياه بمدينة دنقلة. وأكد الولي خلال تدشين بعدد من المحطات أن إدخال الطاقة الشمسية في مجال المياه يأتي ضمن خطة وبرامج الولاية واهتمامها بقطاع المياه وتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين. قال إن الولاية ماضية بقوة في هذا المشروع، إن الفترة القادمة ستشهد إدخال الطاقة الشمسية بالمستشفيات والمشاريع الزراعية ومحطات الوقود وأسواق المحاصيل. ختاما نذكر بالعناوين. تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير يأسف لقرار المجلس العسكري تعليق المفاوضات. سفراء المجموعة الأوروبية والأمم المتحدة يطالبون بتفسير لملابسات الهجمات الدامية وسط الخرطوم. وإزالة المتاريس من الطرق الرئيسة خارج محيط الاعتصام بالخرطوم، ومواطنون يرحبون بالخطوة. نهاية النشرة مشاهدينا، موقعنا على الانترنت الشروق.net لمزيد من الأخبار والمعلومات. إلى اللقاء.